الشرف التواضع، وزكاة الجاه بذله، وزكاة العلم نشره، وخير العلم ما علم لله وأريد به وجه الله. وأستاذنا الدكتور عبد اللطيف الجيلاني حينما اتصلنا به حينما كانت الدورة فكرة رحب كل الترحيب بالتأطير في هذه الدورة، لأنه أهل لكل خير وفضل. فالرجل ممن سافر في طلب العلم، طلب العلم في المدينة، جاور في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حج وزار ولقي العلماء الأخيار، فعلم وتعلم وناظر وساجد وأخذ وأعطى وسمع وأملى، ورجع بحمد الله إلى وطنه مليء العيبة بعد طول الغيبة. وأستاذنا الفاضل عمل أستاذاً للتعليم العالي بكلية الأدب في أكادير، وتخرج عليه مجموعة من الفضلاء، منهم من واصل معه مسيرة البحث والعلم في المركز الذي يحق للمغاربة جميعا أن يشرفوا به، لأنه من غدا من أكبر المراكز العلمية في العالم العربي، وهو مركز الأبحاث والدراسات التابع للرابطة المحمدية للعلماء. وقد قلت أن أستاذنا الفاضل قد أشرف على مجموعة من الباحثين، منهم من يعمل في سكة الدكتوراه وقد تخرجوا على يدي، وما زال يعملون تحت إشرافه. فقد أخرجت هذه الزمرة الطيبة مجموعة من الأبحاث التي كانت مرهونة في رفوف الكليات، مهملة في رفوف الكليات. وقد كان لبادرته الطيبة أن نشر تحت إشرافه وبدعوة كريمة منه مجموعة من الأبحاث القيمة لباحثين مغاربة. وأيضا فضيلة الدكتور عبد اللطيف الجيلاني ساهم في تأطير مجموعة من الدورات العلمية، سواء في علم المخطوط أو العلم المخطوط الكوديكولوجيا، أو في التحقيق العلمي، أو في دورات أخرى مكثفة في الرابطة المحمدية للعلماء. أيضا الرجل تخصص في أبحاث معينة، في أبحاث معينة هذا مرجعا مثل مثلا بن رشيد السبتي، أصبح الرجل مرجعا فيه، لأنه أصدر مجموعة من الكتب القيمة في هذا الرجل. يعني أنا أعرف أن الدكتور عبد اللطيف الجيلاني لا يحب المجاملة، ولكن أقولها صراحة أنه من الباحثين الجادين الذين يستحقون كل تنويه وتقدير. ولكي لا أخذ من وقته الكثير، سيحاضر الدكتور عبد اللطيف الجيلاني في منهج المحدثين في ضبط النصوص، لأن هذا تخصصه، وقد برز فيه كل تبريز. نترك له إن شاء الله تعالى أن يحاضر في ساعة إن شاء الله تعالى، ونعطيه بعد ذلك للإخوة ربع ساعة للمناقشة، نرفع الجلسة بعدها للصلاة إن شاء الله تعالى، ثم نعود للمحاضرة الثانية لفضيلة الدكتور. آنذاك إذا كانت حتى المناقشة اللي بقت من هذه الجلسة نرجعها إلى الجلسة الثانية إن شاء الله تعالى، يعني لكي لا تتحرجوا، لأن إن شاء الله تعالى بعد الصلاة عندنا وقت أطول. الآن عندنا نعطوا الأستاذ فاضل ساعة، بعد ذلك ربع ساعة للمناقشة. فليتفضل فضيلة الدكتور مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستهدي وأستعين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيطيب لي أن أمثل بين حضراتكم في هذه الصبيحة المباركة، صبيحة يوم الجمعة، للحديث في موضوع منهج المحدثين في تحقيق النصوص وضبطها. وفي الحقيقة هذا الموضوع موضوع في غاية الأهمية، إذ أن الكثير من الباحثين يأخذون منهج تحقيق المخطوطات من
كتب المعاصرين سواء كانوا مستشرقين أو كانوا أساتذة الجامعات، بينما يغفلون أن هذا المنهج قد أسس بنيانه طائفة كريمة من علماء الحديث نظروا أوقاتهم وضحوا بالغالي والنفيس في سبيل حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يؤمنون أن حياتهم كلها وقف على خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتجهوا إلى حفظه وإلى الرحلة في سبيل ذلك للأخذ من أفواه الشيوخ. فتراه في آمن وفي سجستان وفي فارس، بلاد فارس، نيسابور ومرو، ثم تارة تجدهم في بلاد اليمن وبلاد مصر وبلاد الأندلس يطلبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. غايتهم الحفاظ على هذا الحديث لأنه من جملة الذكر الذي تعهد الله عز وجل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والإمام ابن حزم نص على أن الذكر يشمل القرآن ويشمل السنة الصحيحة طبعا. فإذا لما وضعوا هذا الهدف أمام أعينهم وهو حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصونه من التغيير والتبديل والتحريف، حفظوه في صدورهم وكتبوه في القراطيس. وقديما قالوا إنما مستودع العلم القراطيس، أي الأوراق والكتب. فإذا الحفظ عندهم كما قال الخطيب البغدادي في تقييد العلم: حفظ القلب وحفظ الكتاب. لحفظ العلوم محلين: القلب والصدر وكذلك الكتاب. يقول الخطيب البغدادي: إن الله سبحانه جعل للعلوم محلين، أحدهما القلوب والآخر الكتب المدونة. فمن أوتي سمعا واعيا وقلبا حافظا فذاك الذي علت درجته وعظمت في العلم منزلته، وعلى حفظه معوله. ومن عجز عن الحفظ قلبه فخط علمه وكتبه كان ذلك تقييدا منه له، إذ كتابه آمن عنده من قلبه لما يعرض للقلوب من النسيان ويتقسم الأفكار من طوارق الحدثان. ومن هنا نعلم يقينا أن ما ذهب إليه بعض المستشرقين من نظريتهم في إمكان وقوع الخلل والتصحيف والتحريف والتبديل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب الرواية الشفهية غير صحيح. فالرواية الشفهية كانت تبنى على الكتابة، وقد ناقش كثير من الباحثين في أطاريحهم هذا الموضوع، من أبرزهم الدكتور أستاذنا الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، حيث جمع من كتب الحديث ومسألة كتابة الحديث ومتى كان النهي عن كتابة الحديث خشية أن يختلط بالقرآن والأسباب المعلومة لديكم طبعا أنتم تعرفون هذا، إلى أن خلص في النهاية إلى أن علماء الحديث كانوا يكتبون الحديث في الصحف والرقاع قبل أن يظهر التدوين الرسمي للحديث النبوي في المصنفات التي اتخذت أشكالا متعددة من موطئات ومن سنن ومن مسانيد وغيرها وجوامع وأجزاء وأمالي وفوائد وغيرها. فإذا كان المحدثون يكتبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقديما قال أحدهم: لولا الكتاب لما حفظنا. وكان المحدث إذا شك في حديث رجع إلى كتابه. فإذا من هنا انطلق المحدث لوضع القواعد، قواعد الكتابة وقواعد ضبط النصوص حتى لا يصيبها التحريف والتزييف كما وقع للنصارى. وقد اختصت الأمة المحمدية بالإسناد وبالإعراب وبالإعجام، وهذا الإسناد لا نجده عند النصارى، وقد أسهم الإسناد وضع الإسناد وقوانين الرواية في الحفاظ على الكتب المصنفة في الحديث النبوي، ومن ثم كان تأثير على كتب العلوم الأخرى. حينما نتحدث عن منهج المحدثين ينبغي أن نعلم أن هذا المنهج قد أثر في التفسير وأثر في التاريخ
وفي التاريخ بالخصوص أحد الباحثين المعاصرين دكتور أسد رستم، هذا قبل قرن تقريبا من الزمن، كتب كتابا سماه مصطلح التاريخ، وفي هذا الكتاب ينص على أن المحدثين قد سبقوا إلى وضع قواعد التاريخ يعني والحفاظ على الأصول منطلقا من نظرية إذا ضاعت الأصول ضاع التاريخ معها. فإذا علماء الحديث وضعوا أصولا وقواعد لحماية كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يمكن أن نقول أنه كانت لهم صنعة مع الكتاب. هناك جوانب عديدة تحدثوا عنها وتطرقوا إليها. وإذا أردنا أن نعرف من الذي أسهم في وضع هذا البنيان، المحدثون الأوائل طبعا، ثم دونوا هذه القواعد بحيث أصبحت دستورا يمشون عليه فيما بعد في كتب مصطلح الحديث. ولذلك كتب مصطلح الحديث أو كتب أصول الحديث هي المرجع أو المصدر المائي الذي نستقي منه هذه القواعد. وقد أحضرتها معي من الرباط حتى طالما يتعرفون على هذه الكتب، لأن الجانب التطبيقي يركز عليه الأساتذة المنظم الدورة. فإذا تحدث الإنسان مجرد أن يتحدث فربما يكون هناك شيء من الملل، لكن أن ترى الكتاب وأن تعرف هذا وذاك فربما يكون بذلك فائدة. فمثلا عندنا كتاب المحدث الفاصل للرامة هرمزي، كل من يدرس علوم الحديث يريد أن يتطرق الأساتذة إلى أن الرامة هرمزي متوفى سنة 360، هو أول من ألف في مصطلح الحديث، وهو المشهور بابن خلاد عند كثير من أصحاب الحديث. تطرق في بعض المباحث في هذا الكتاب لجوانب تتعلق بأصول تحقيق المخطوطات، وهذا قبل أن يعرف الهرم الطباعة وقبل أن يعرف مسألة تحقيق النصوص. وإذا أردنا أن نقارن فلا مجال للمقارنة، لأن كثير من الباحثين يعني يقولون لقد سبق المسلمون، ولا مجال حتى للحديث عن المقارنة. في القرن التاسع عشر ربما نشأ علم الكوديكولوجيا أو علم تحقيق النصوص، وضعوا له بعض الضوابط والقواعد، مع أن تلك القواعد والضوابط تنطبق على خصوصيات التراث الأوروبي اللاتيني اليوناني، وتراثنا له خصوصيات أخرى. أين السماعات والإجازات والتملكات والتقاليد وهذه القيود الكثيرة التي نجدها مدونة على المخطوطات في تراثنا؟ لم نرهم يتحدثون عن هذه الأشياء إلا انطلاقا من تراثنا. وأنا رجعت إلى أصول تحقيق النصوص لنقد النصوص لبرجس راسل، فوجدته استفاد كثيرا من اطلاعي على التراث العربي. لم أره يتكلم عن مخطوطات لاتينية أو يونانية ويذكر بعض هذه الأشياء التي نجدها فيه. فإذا حتى جانب المقارنة أنا أراه بعيدا، وجل الباحثين اليوم الحمد لله يعترفون أن حضارتنا كان لها سبق في تأسيس هذا العلم. أقول الرامة هرمزي تحدث في بعض الأبواب عن مباحث من صميم مناهج تحقيق النصوص وضبطها. مثلا في صفحة 524، القول في تقويم اللحن في إصلاح الخطأ، القول في التقديم والتأخير، باب المعارضة، نقل السماع من الكتب، هذا صفحة 605، أنا عندي صفحات من الدائرة أو الدارة، بعضهم يسميها الدارة، هي الدائرة التي تكون بين الحديثين للفصل بينهما، صفحة 606، الحك والضرب، يعني حينما يكتب شيئا ويريد أن يلغيه أو يشطب عليه لهم أساليب في ذلك، ليس الأمر كما اتفق، لأنهم كانوا ينهون عن تسويد الكتاب وسنعود إلى هذا. التخريج على الحواشي، كيف يخرج الساقطة يعني في الحاشي، الحرف المكرر وكيفية إبطاله، جانب الجمالي يظهر في هذا المبحث، هل يضرب على الحرف الثاني أم الأول، وسنتطرق لها. النقط والشكل، هذه كلها مباحث في كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. عندنا كتاب آخر كذلك مهم، وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، و
وهناك كتاب آخر نظير هذا الكتاب لمؤلف توفي في نفس السنة، ربما تعرفون، والخطيب كان في بغداد عاصمة الخلافة في المشرق، وكان من حضرة العطبر في عاصمة الخلافة في الأندلس في قرطبة، له كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، وكذلك في ذلك الكتاب مباحث منها باب حول المعارضة وإصلاح الخطأ موجود في كتاب جامع بيان العلم. أما الخطيب فربما أعتبره ليس فقط في هذا الموضوع بل في كل مواضيع علوم الحديث، وكثيرا ما قلت هذا لطلبتي أنه محطة أساسية في علوم الحديث. الخطيب البغدادي في الحقيقة لا أظن أن طالبا يطلب علم الحديث لا ينبغي أن يقف وقفة إجلال لهذا الرجل. رجل في الحقيقة خدم هذا العلم بمصنفات شتى وأبدع فيها غاية الإبداع، وجمع فيها بين الجانب النظري وبين الجانب التأصيلي، لأنه عادة ما يأتي بقضية فيأتيك بالإسناد إلى العالم الذي من القرن الأول أو الثاني أو الثالث الذي سبقه إلى ذلك، ويشير إلى الاختلاف الذي حصل بين العلماء في دقائق القضايا. فلذلك الخطيب البغدادي هذا في الحقيقة فخر، ليس فخر العراق، فخر للأمة على مدى التاريخ. هذا الرجل صاحب هذا الكتاب، وكذلك صاحب كتاب الكفاية في تقييد الرواية، وله كتاب آخر اسمه تقييد العلم قد سبق أن أشرت إليه. في كل هذه الكتب هناك قضايا تهم صناعة الكتاب ومنهج تحقيق النصوص وضبطها. في الجامع هناك موضوع تدوين الحديث في الكتب وما يتعلق بذلك من أنواع الأدب، وكذلك آلات النسخ، المحبرة والقلم والقرطاس والسكين، كل هذه الأدوات أو الآلات تحدث عن الخطيب في الكتاب. كذلك الدارة في آخر كل حديث في الجزء الأول طبعا هذه المباحث، وجوب المعارضة بالكتاب لتصحيحه وإزالة الشك والارتياب، المستحب في التغيير الضرب دون الحك، الاستدلال بالضرب والتخريج على صحة الكتاب، من صحف في متون الأحاديث من أخبار المصحفين في القرآن، وهذا المبحث قد أطال فيه النفس وذكر فيه حكايات غريبة سببها أن كثيرا من أهل العلم كانوا يخطئون في القرآن بسبب عدم أخذهم القرآن من أفواه الشيوخ، وربما بعضهم كان يفعل ذلك تندرا، كان يفعل ذلك على سبيل التندر والدعابة، فأتى بأخباره في ذلك لا سيما محمد بن عثمان بن أبي شيبة. كذلك مبحث آخر استحباب الخط الغليظ وكراهة الدقيق منه، الدقيق بمعنى الرقيق وليس الدقيق فريلا. اختيار التحقيق دون المشق والتعليق، هنا نوع الخط، التحقيق هو تجويد الخط وتحسينه وإظهار حروفه، والمشق هو السرعة في الكتابة مع جمع الحروف، والتعليق مع بعثرة الحروف. فهذه هي المباحث تقريبا. ثم تكلم عن السماع، وإذا جاء اسم الجلالة في آخر السطر هل يفصله مضاف اسم الله عز وجل، كذلك مسألة التقييد والنقد وما إلى ذلك. ثم من الكتب التي ينبغي أن نشير إليها في الموضوع كتاب الإلماع، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع لقاضي عياض بن موسى الأحصبي، متوفى سنة 504 قبله بسنة أبو بكر بن العرب، هذه سنوات يعني مشهورة يعني لطلبة العلم. في القرن السادس الهجري عاش، في بداية القرن السادس الهجري عاش الرجل الذي وإن كان قد سبق بالخطيب وبالرامة والموزي، لكنه أبدع في الصياغة وفي طرح وفي أسلوب مناقشة هذه المواضيع، بحيث أن الكثير من الباحثين اليوم إذا أرادوا الحديث عن منهج المحدثين في ضبط النصوص يتركون الرامة والموزي والخطيب والسخاوي وابن الصلاح والسمعاني، مع أنهم كثر الذين تحدثوا في هذا الموضوع، ويتطرقوا للقاضي عياض. ولكن أنا بالنسبة إلي لا أرى أن هذا منهجا سليما، لأن نحن يعني في
إطار التعليم الأكاديمي لابد أن نبين تسلسل تاريخي للقضايا. فإحنا بدأنا بالرام الرمزي 360، انتقلنا إلى القرن الخامس الخطيب البغدادي 463، ثم انتقلنا الآن القرن السادس القاضي عياض 544. ولو لم يكن هذا البنيان لما استطاع القاضي عياض أن يرتقي بنا إلى هذه المرتبة التي وصل إليها في تحقيق هذا الموضوع. المواضيع التي تطرق إلى القاضي عياض: التحمل بالخط والوجادة، هذا له سر بالكتاب. وإن كانت الموضوعات الأخرى التي تتعلق بطرق التحمل التي هي السماع والقراءة والمناولة والكتابة والإجازة والوجادة والوصية والإعلام، هذه الطرق كلها لها علاقة بالحفاظ على الكتاب، لكن الوجادة لها لصوق أشد. كذلك تحقيق التقييد والضبط والسماع، هذا الموضوع تحدث عنه القاضي في العلم، التقييد بالكتابة والمقابلة والشكل والنقد والضبط. باب التخريج والإلحاق للنص، باب في التصحيح والتمريض والتضبيب، باب في الضرب والحك والشق والمحو، باب في تحري الرواية والمجيء باللفظ ومن رخص من العلماء في المعنى ومن منع، باب إصلاح الخطأ وتقويم اللحن والاختلاف في ذلك، باب ضبط اختلاف الروايات. هذه كلها مباحث نجدها بلغة رصينة لقاضي عياض قد فصل فيها القول، بحيث لا محيدة لطالب العلم عن الرجوع إلى هذا الكتاب وقراءته، وهو كتاب ممتع. وإن كان الموضوع وموضوع علمي بحت، إلا أن اللغة تساعدك على السباحة في بحر القاضي عياض، هذا البحر المترامي الأطراف الذي كلما ولجه الإنسان إلا ويعثر فيه على الدرر واللآلئ والنفائس. إذن ننتقل إلى مرحلة أخرى بعد القاضي عياض، نعود إلى المشرق، عندها ابن المغرب، نعود إلى المشرق مع السمعاني أبو سعد عبد الكريم محمد السمعاني المتوفى 562، وهو مشهور بكتاب الأنساب، كتاب لا يستغني عنه واحد، كتاب الأنساب. يعني الحقيقة يظهر هذا المحدث وكأنه جغرافي لامع، يعني يستطيع توصيف البلدان يعني شرقا وغربا بالمراحل والبليد والفراسخ، وكذلك يظهر في ثوب المؤرخ الذي يعرف كل بلدة وما كان فيها من خير وزروع وأحداث تاريخية وحروب وفتن. فهذا الرجل يعني في كتابه الأنساب أبدع، أيما إبداع. ثم لا ننسى أن له كتاب أدب الإملاء والاستملاء، والذي ألفه نتيجة وجود اهتمام كبير لدى المحدثين في عصره بمسألة الأمالي. يجتمع الناس في ساحة من الساحات ويملي عليهم الأحاديث النبوية، حتى قيل إن بعض المجالس كان يحضرها 70,000 من الطلبة. أنتم الآن 50 أو 60 المحدث قديما يعني يحضر له عشرات الألوف من الطلبة، وكان سليمان بن حرب يرتقي فوق سطح ليملي على الناس، لكن كيف يسمع هذا الكم الهائل من الناس؟ بعضهم كان يتخذ المستملي، والمستملي يعني يقوم بالتبليغ كما رأينا في مساجدنا يعني قبل فترة، يسمع يعني يأتي في وسط المسجد والآخر في آخر المسجد يكبر الإمام ثم تتلوه التكبيرات، تتعالى صيحات المسمعين في المسجد. إلى عهد قريب كانت المساجد فيها تسميع، لكن مع الميكروفونات يعني ذهب هذا التقليد. فهذه مجالس الأمالي جعلت الرجل يقطر هذا الموضوع، ربما حتى لا تصبح هذه المجالس فوضى، فوضع قواعد وآداب وتطرق لكثير من القضايا التي لها صلة بالكتاب، لأن الشيخ يملي والطلبة يكتبون. فتطرق لموضوع الدارة، وكذلك وضع الورقة إذا كتب وجها لأن لا ينطمس، يعني إذا كتب طبعا الحبر إذا قلب الورقة ممكن ينطمس الكتاب، فيأتي بورقة أستاذنا حاضر، والله يعني أنا أستحي أن أتحدث بحضرتنا، ابن معين قال من تحدث في حضرة من هو أعلم منه فهو أحمق. ابن معين يعني من كبار المحدثين وبه نقتدي، ولكن هذه البرمجة وهذه الأمور
على كل حال فنحن يمكن كامل التقدير والاحترام منه تعلمنا هذه الأمور. وفي الحقيقة يعني حضوري ربما يدل على تواصل يعني الحمد لله في هذه الأمة يعني جيلا بعد جيل، فجيل يأخذ عن جيل، ربما بعد غد نجد الإخوان كذلك يحاضرون في مثل هذه المواضيع ويفيدون من بعدهم. على كل حال فسمعاني تطرق لقضية الورقة التي توضع حتى لا يحصل الطمس، ربما كانوا يضعون عليها بعض الغبار يعني التراب ونهوا عنه عن التراب، بعضهم يضع مواد معينة حتى الورقة تنشف ولا يحصل الطمس. فإذا كنت تحدث عن هذا فهناك صلة بين موضوع الأساسي الذي هو كتابة الحديث وبين المسائل التقنية التي هي من ورق أوراق. تذكر أستاذنا كان يتحدث عن الورق الدهني، عن الحبر الدهني والحبر المائي وكذلك في صناعة الورق، وكنا استفدنا من أن المغاربة كانوا يصنعون الورق من الحلفة، وهناك يعني السيلوز هو المادة الأساسية لصناعة الورق وما يحصل من صقل وتلميع للورق وعناية به في بعض البلدان في الشرق والغرب، كل ذلك أستاذنا بحر واسع في هذا المجال. المحدثون كان لهم نصيب في هذا، اهتموا يعني إلى درجة ما بإعداد الورق الذي يكتب فيه الحديث وطريقة الكتابة فيه، وتحدثوا كذلك عن التفريق بين الحبر والمداد، لأن المداد يزول بسرعة والحبر يبقى، وهذه كذلك من الأمور المهمة جدا. وبعض المداد كان تضاف فيه أشياء للتلميع، هذه ربما تدخل في الجانب الفني للكتاب. آلات النسخ تحدث عنها السمعاني، كذلك كتابة الحديث بالسواد حتى لا يكتب بالألوان، الآن حتى في الجامعة قرب في بحوث الإجازة وجدوا هذه الطابعات الملونة فأيضهم الشكر والتقدير بالأحمر والعنوان بالأخضر والحاشية بالأصفر، ولا ينظرون إلى أنهم مع مرور الوقت ربما هذه الأوراق يعني كما يحصل للجرائد يعني يحصل فيها طمس. المحدثون راعوا أن يكون السواد حتى يبقى الكتاب مدة طويلة، لو لم ينتبهوا إلى هذا لما وصلتنا كثير من المخطوطات، ما استطعنا أن نقرأ شيئا. فلذلك كانت نظرتهم بعيدة المدى، لو نظروا فقط زواق زواق يطير احنا يعني يزوقون وهذا يفرحوا الملوك والوجهاء بهذه الكتب وتهدى وتوضع في الرفوف، ولكن في النهاية يضيعوا العلم. فإذا كان لهم هدف هو الحفاظ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا علماء الحديث إلى السمعاني تأسس في نظري قواعد كتابة الكتب وكذلك وضعت الآداب، بعد ذلك أصبح هناك عمق من عند الحافظ بن الصلاح المتوفي 643، حتى من باب الاختصار لم أحضر كتب الحديث من الصلاح وكذلك المنقب العيد واقتراح الألفية العراقي، لكن قفزت إلى مرحلة متأخرة ربما نهاية التحقيق في هذا الباب عند السخاوي في كتاب فتح المدينة، وكذلك يعاصره السيوطي في تدريب الراوي، ولكن رأيت عمقا أكثر في هذا الكتاب. أتذكر أحد شيوخنا رحمه الله كان يقول لنا أن السيوطي يعني أوسع دائرة في الجمع وفي التقميش ولكن السخاوي أتقن، فلذلك رجعت إليه فوجدت فيه مباحث كثيرة جدا. وفي هذه المرحلة أصبح علماء الحديث يستفيدون من الأدباء، والأدباء لهم نصيب وافر من العناية بالكتاب، بل وضعوا كتب في الإنشاء وفي قواعد الكتابة وتطرقوا في مباحث، لأن قضية المراسلات يعني الطغرى والأشياء نعم أدب الكتاب لابن قتيبة وصبح الشندي ويعني كتب كثيرة في هذا الباب. فأصبح علماء الحديث مثل السيوطي والمتأخرون مثل السيوطي والسخاوي يعني يستفيدون ويقارنون بما جاء في هذه الكتب، حتى أحيانا يصعب أنك تقول هذا منهج المحدثين لأنه يستدل في قضية برجل أديب. فنجد من المواضيع التي تطرق إليها في فتح المبيت الوجادة وشروط العمل بها وكتابة الحديث وضبطه وحكم ضبط الحديث وغيره وضبط الأسماء وتقطع
تقطيع الحروف وضبطها حرفا حرفا بالحاشم. هذه المسائل التطبيقية في الحصة التي بعد صلاة الجمعة إن شاء الله سنعرض صور للمخطوطات، ثم يكون هناك نقاش حول الرموز وحول يعني القيود التي وردت عليها حتى يرتبط الجانب التطبيقي والجانب النظري. وإن كان كثير من الأساتذة في هذه الدورة سيتحدثون عن هذا، ولكن الشيء إذا تكرر تقرر، ويعني هذا العلم بالذات لا يحصل للإنسان من أول وهلة تفتح العلم تقرأه مرة واحدة أو تقرأ وتصبح عالم في الحديث. علم الحديث هو مداومة النظر. الإمام البخاري قال الحفظ هو مداومة النظر، أن تحفظ رموزهم واصطلاحاتهم وتصبح خبيرا بها تحتاج أن تسمع مرة ومرة ومرة حتى تترسخ هذه القواعد. وقد لاحظت أن أحد شيوخنا المعاصرين تأثر بهذه القواعد فأصبح في كتاباته يكتب صح ويخرج اللحق ولا يستعمل الشطب بالطريقة التي في كتاباته ومراسلاته، وأرسل إلي كثير من الرسائل وفيها كثير من علامات المحدثين صح وكذا، ويكتب ويضع علامة تضبيب ويخرج الطاء طرة في الحاشية. فهذه المناهج أجدر أن نتعلم منها وأن نستقي منها ما كان مفيدا. كراهة الخط الدقيق هنا تتكرر، لاحظتم بعض المواضيع، كراهة المشق والتعليق، تخفيف الخط وتحسينه، الكتابة بالحبر أولى من المداد، كيفية ضبط الحروف المهملة، رموز الكتاب وحكمها، هذه قضية الرموز ربما نتطرق إليها في الحصة القادمة إن شاء الله، هي مهمة جدا. وضع عند المحدثين من الرمز والتخفيف وكذلك السرعة للوصول إلى الأشياء. فتصوروا مثلا حديث أخرجه 10 من المحدثين في كتبهم، ترمز له بعشرة حروف، لو كتبت اسم المؤلف واسم الكتاب صحيح مسلم صحيح صحيح البخاري 10 حروف، لو وضعت خاء رمز إلى، فإذا فيه اقتصاد وفيه تخفيف في سرعة للوصول إلى. فالمحدثون اعتنوا بالرموز، واليوم نجد كثير من الباحثين المعاصرين ما يتعلق بمنهج البحث وضع كشاف خاص بالاصطلاحات والرموز المستعملة في الكتاب، تهذيب تهذيب يضع التهذيب مثلا وكذا، تهذيب الكمال تاء الكمال. ولكن علماء الحديث نهوا أن بعضهم نهى أن يصطلح الإنسان اصطلاحا لنفسه حتى لا يغرب على الآخرين. كل يوم نجد هذه الكشافات ممكن أن تكون في بداية الكتاب وتساعد على معرفة تلك الرموز التي يستعملها الباحث. إذن منهج البحث اليوم استفاد في قضية الرمز مما نجده في عند هؤلاء العلماء في كتبهم. ورموز المحدثين كثيرة، أشهرها حدثنا وأخبرنا، يرمزون إلى بنا ودنا وقتنا، وقال يرمزون لها بقاف، وتحويل الإسناد يرمزون له بحاء، وسنعود إلى هذا الموضوع إن شاء الله. كذلك تطرق السخاوي للدار بين الحديثين، وكذلك الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وطال في هذا. طبعا السخاوي أطال في هذا بأنه له كتاب اسمه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، ويعني تحدث عن هذا لأن كتب الحديث طافحة بذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي منقبة المحدثين. حديث إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه، أبو نعيم وابن حبان وعدد المحدثين قالوا هذه منقبة لأهل الآثار، لأنه كلما تردد أو تكرر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وصلوا وسلموا عليه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أجر عظيم وثواب جسيم. ومن هنا تحدث السخاوي عما ظهر عند بعض الأدباء وبعض الكتاب من اختصار اسمه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فيكتبون صاد وصل عم وما إلى ذلك. ثم تطرق لقضية الإمام أحمد وأن الإمام أحمد كان لا يكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يتلفظ بها ولا يكتبها لأنه يحافظ على الكتاب كما هو. هناك مدرسة ترى الحفاظ على الأصول كما هي حتى في هذا الموضوع، بينما مدرسة أخرى جنح إليها أيضا كثير من المحدثين، وهي التغيير فيها في هذه الحالة.
لأن في هذا أجر ولأن هذا أمر متفق عليه وليس فيه تحريف للكتاب. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترحم على العلماء وتردي على الصحابة وتنزيه الله سبحانه وتعالى استبنوا هذا الجانب ويميل إليه ابن الصلاح. وأنا لاحظت أن مدرسة ابن الصلاح تميل إلى التساهل في نقل الكتاب في المسائل التي هي يعني متجاوزة هذه، وهناك مدرسة متشددة تريد نقل الكتاب كما هو وهي مدرسة القاضي عياض. لذلك نجد القاضي عياض في فاتحة كتابه المشارق مشارق الأنوار نجده يلقي باللائمة على المتجاسرين على كتب الحديث وبخاصة محمد بن وضاح في روايته للموطأ، حيث كان محمد بن وضاح إذا وجد شيئا لا يصح من جهة اللغة العربية أو من جهة الرواية أصلحه، فوقع في أخطاء قد أحصاها عليه محمد بن حارث الخشني المتوفى 361 في كتاب أخبار الفقهاء والمحدثين، أحصى له 30 موضعا قام فيها بالتغيير وأخطأ. فالإنسان حينما يتجاسر ويظن أنه يصحح ولكن قد يخطئ من حيث لا يعلم. فلذلك مدرسة القاضي عياض وكذلك مدرسة أبي الوليد الوقاشي من شيوخ القاضي عياض هي الحفاظ على الأصول كما هي وعدم التغيير فيها، ولك واسع النظر في الحواشي أن تشير إلى الروايات الأخرى وأن ترمز إليها وتبين ما ورد فيها. قال ابن دقيق العيد: والذي نميل إليه أن تتبع الأصول والروايات فإن العمدة في هذا الباب هو أن يكون الإخبار مطابقا لما في الواقع. هذه العبارة نقلها السخاوي في فتح المغيث عن ابن دقيق العيد، طبعا ستكون موجودة في كتابي الاقتراح، تدل على مفهوم التحقيق اليوم هو أن يؤدي المحقق أو يأتي بالكتاب على الوجه الذي تركه عليه مؤلفه. بعضهم النسبية يقول أو قريبا من ذلك، يعني طبعا بعد تحقيق نسبته إلى مؤلفه وإثبات عنوانه. فهنا ابن دقيق العيد يقول الذي نميل إليه أو العمدة في هذا الباب هو أن يكون الإخبار مطابقا لما في الواقع. فإذا مسألة التحقيق التي تعني أو مصطلح التحقيق الذي يعني الإحكام والضبط نجده واضحا في منهج المحدثين، حتى في هذه الجزئيات التي فيها واسع النظر ويمكن إضافتها نجدهم يتطرقون إليها بكثير من التفصيل في هذه الكتب ويناقشون مسألة إثباتها من إلغائها. إذا تطرقنا إلى عناية المحدثين في هذا الموضوع، موضوع يعني ضبط الكتب. بقي أن نشير إلى أنهم أسسوا علوما لحماية الكتاب مثل المؤتلف والمختلف، وهو علم يضبط الأسماء والأنساب والألقاب ونحوها التي تتفق في الخط صورتها ويختلف في اللفظ صيغتها. قد تطرق إلى هذا رجل من ألف في علوم الحديث موضوع المؤتلف والمختلف، وألف فيه كتبا خاصة يعني مثل كتاب الأزدي الغني الأزدي المتوفى 409 أو كتاب المؤتلف والمختلف. خطيب البغدادي كذلك ألف في الموضوع. الدارقطني كتابه مطبوع في 5 أجزاء مع الفهارس. هناك كتب كثيرة جدا في موضوع المؤتلف والمختلف. وكذلك أسسوا علما آخر وهو علم المتفق والمفترق، وهو علم يبحث في التمييز بين الرواة الذين اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وافترقت أعيانهم. تجد الرجل مثلا أحمد بن محمد بن عبد الله، تجد منهم 10 مثلا أو يقول منهم 3 منهم 5، ثم يقول هذا كان في اليمن وهذا كان في فيفرق بينهم ويبين كل راوي أين يعيش، حتى لا يتوهم الباحث في علم الحديث أن هذا الإسناد أن هذا العلم المذكور في الإسناد هو شخص بعينه. وأتذكر كنا ندرس الحديث وأحد مشايخنا لا أدري إن كان حيا نذكره بخير ذكر الأعرج في الإسناد. أعرج عن أبي هريرة والزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فلما عرف الأعرج ذكر تعريفا آخر فقلت له: لا أستاذ، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني، وهذا الإسناد إسناد كلهم مدنيون، مالك عن أبي الزناد
عن الأعرج عن أبي هريرة كلهم بالمدينة، وأنت ذكرت رجلا آخر ليس بالمدينة، فقال له والأعرج إيتوني بتقريب التالي، فوجد أعرج آخر من لكن لو هذا الشيخ انتبه للمتفق والمفترق، اتفقوا في اللقب وافترقوا في الأسماء لما وقع في هذا الخطأ. فقلت له لا، ليس هو المقصود في إسناد، فوجدنا أن الراوي الآخر ليس في طبقة هذا، يعني بعد بحثي والتدقيق. فإذا علم الحديث هو يعلمنا الدقة، وهذه العلوم نشأت عند المحدثين لدفع معرة التصحيف والتحريف واللبس والأوهام. إذن كذلك تفرع عنها علم المتشابه، ثم من المسائل التي ينبغي أن نشير إليها عناية المحدثين بالمقابلة، ولعل الأساتذة ربما قبل نبهوا إلى قضية المقابلة. فاشترطوا في الرواية، في صحة الرواية، أن يكون الكتاب مقابلا، واعتبروا المقابلة هي الأساس. الكتاب الذي لم يقابل على الأصل الذي نقل منه هذا لا قيمة له. قالوا إذا كتبت ولم تقابل فارمي به في المزابل. وعروة بن الزبير سأل ابنه هشام، عروة بن الزبير صحابي جليل، سأل، وهذا يعني هذا يدل على أن الأمر قديم جدا، سأل ابنه هشام هل كتبت؟ قال كتبت. قال هل عارضت؟ والمعارضة هي بمعنى المقابلة. فقال لا، قال لم تكتب، يعني نفى الكتابة. إذا لا يساوي شيء الكتاب بدون المقابلة. واليوم كثير من الباحثين يكتب كتابا ويرسله إلى المطبعة وهو مليء بالأخطاء المطبعية، وإذا سأله صاحب المطبعة وقال له سأرسل لك البروفة، أي التجربة النهائية للكتاب، يقول والله ليس لي وقت، أنا مشغول بالمحاضرات والأسفار والندوات، صححوا أنتم. التصحيح ينبغي أن يسهر عليه المؤلف وأن ترتعد فرائسه خوفا أن يخرج الكتاب وفيه أشياء من التحريف. والخطيب البغدادي في الجامع قال لها، وتحدث في باب خاص عن آداب التصنيف، قال لا يجوز للإنسان أن يصنف، أن يخرج مصنفا من تصانيفه دون تهذيبه وتنقيحه، لأنه إذا خرج إلى الناس تناقله الناس، وإذا طبعناه اليوم مئات أو ألوف النسخ يعني شاعت بتلك الأخطاء، وهو المسؤول عنها. المسؤولية العلمية كانت حاضرة في أذهان المحدثين وهم يكتبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخشون من زيادة حرف أو نقص، بل بعضهم يخشى أن يعد من الكاذبين والكاذبين، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين في رواية أخرى، فمن كذب علي متعمدا فليتفوه مبعده من الله. فإذا أهمل المقابلة فكأنه تعمد أن يقع هذا الخطأ. إذا المعارضة المقابلة مهمة جدا. هناك مسألة أخرى أريد أن أشير إليها، هو الجمعة الصلاة قريبة شيء من الوقت، فيعني الإجازة، كثيرا ما تحدث الناس اليوم عن الإجازة على أساس أنها طريق معبدة وسبيل ممهدة يدخلها كل من هب ودب ويروي بها الكتب ويتناقل الناس، هذا غير صحيح. لا بد في التفريق. معظم الكتب كانت لا ينقل منها إلا إذا تحملها الراوي بطريق من طرق التحمل المعروفة، وطريق الوجادة كان كثيرا يجي في الكتاب وينقل منه. وتحدث المحدثون عن ضوابط النقل بالوجادة، أن يتحقق من نسبة الكتاب، أن يجد الكتاب مقابلا ويتحقق من نسبته إلى مؤلفه. لكن موضوع الإجازة ظن الكثير أنه مجرد أن يجيز أجزت لك مسموعاتي ومنقولاتي من منظوم ومنثور ولك ولابنك ولأحفادك ولعقبك لا، هناك أنواع كثيرة. بعض أنواع الإجازة اتفق العلماء على مشروعيته، هناك أنواع إجازة للمهدوم وللعقل وكذا، هذه رفضها معظم المحدثين، حمل بها البعض. لكن الإشكال الكبير هو عدم التفريق بين منح الإجازة، يعني في يتحمل بها الراوي أن أجيز فلانا، وبين الأداء، كانوا يفرقون بين الأمرين بين التحمل والأداء. أن أجيزك بكتاب
لا يعني أنني أجيز لك أن تؤدي منه هكذا. الأداء بشروط، وعندي بحث ربما سأسلم لكم لمن يريد أن يصور حول شروط الإجازة. هذه الشروط هي التي تغيب عن الباحثين وهم ينظرون إلى هذا الموضوع. حين الأداء لا بد أن يستحضر هذه الشروط، أن يكون الكتاب مقابلا، وأن يأمن من الوقوع في التصحيح والتحريف والوقوع في اللمس، يعني أشياء كثيرة جدا. إذن حينما يجيز لك المحدث أن تروي كتبه وتروي كتب الحديث، هذا لا يعني أنك تنقلها وترويها كما اتفق، بل لابد أن تحصل على الأصول الصحيحة لتلك الكتب، وأن تكون تلك الأصول مقابلة، وأن تكون مصونة، وأن تعرف قواعد أهل الحديث. ولذلك قالوا على الشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر، وهذا الشرط المعتبر هي شروط في الحقيقة. هم قالوا الشرط المعتبر هو الأمن من الوقوع بالتصحيف والتحريف وهذه الأشياء. وتحدث عن ابن الجزري في تذكرة العلماء، وفصل العلماء فيها في نصوص الإجازات. في ذلك البحث أنا تحدثت من خلال النصوص الإجازات، وجدت التصريح في بين إجازة وأخرى، تجد تصريحا بقيد من وليأمن من الوقوع، وليحضر من الوقوع، وأن يكون. فإذا ما نقرأه عند الكثير أن الإجازة بعد انتهاء عصر التدوين أصبحت الإجازة تعطى لمن هب وذهب حتى للصبيان. طبعا ويجيز الصبيان، هذا يسمى أو حتى يحدث الصبيان، هذا يسمى حضور. وإن كان يقولون يروي فلان عن فلان أخبرنا فلان حضورا، يعني مسألة الحضور، ويكون قبل سن التمييز. فإذا أجازه أو سمع منه قبل سن التمييز في التحمل، فصح التحمل. لكن الأداء لا يصح إلا إذا كبر هذا الصبي وأتقن تلك الكتب وأخذ من أصولها ونقلها وأخذ من أفواه الشيوخ، بعد ذلك يجوز له أن يروي عن الشيخ الفلاني، لأن الشيخ الفلاني ينظر إلى المقصد العام. المقصد العام هو أن يروى الكتاب، وهذا الشخص أدركه، الصبي أدرك هذا الشيخ، وهذا الشيخ كان يحدث بصحيح البخاري، ثم هذا التلميذ الصغير كبر وأتقن الكتاب وأخذ أصل ذلك الشيخ وأتقنه. إذن لا ينبغي أن نحرمه من الرواية عن ذلك الشيخ وقد. فمن هنا كانت الإجازة فيها سلوى للمحدثين. هل تعرفون أن المحدث إذا فاته السماع من الشيخ كان يصاب بصدمة، أن يرحل إلى بلد فيجد شيخا كبيرا مسنا يروي جزءا من الأجزاء ثم يفوته السماع؟ إن كان يعتبر هذه أزمة، وقديما قالوا السماع رزق، قد يذهب المحدث في رحلة فيدرك شيخ في يومه الأخير فيصبح من تلاميذه. من هنا قالوا ألحق الأحفاد بالأجداد، فحينما وقالوا إسناد العلو 50 سنة إسناد علو، يكون فرق بين التلميذ والشيخ بين وفاتيهما 50 سنة. والخطيب البغدادي رجل مبدع في هذا الباب، ألف كتابا سماه السابق واللاحق في تباعد وفاة راويين عن شيخ واحد. يعني في بعض الحالات يأتي مثلا الشيخ أخذ عن شيخه قبل 70 سنة فيدركه التلميذ وهو صبي عمره 5 سنوات، ثم يعيش هذا الصبي 120 سنة، فتصبح الفرق بين التلميذ ووفاة الشيخ 100 سنة، وبينه وبين شيخ شيخه 150 سنة. وهذا هو العلو، ما يسمى بالعلو. المحدثين كانوا يفتخرون بالعلو، يقولون العلو سنة والنزول شبه. وطبعا قلة الوسائط يأتي المحدث وفي حالة انتشاء يقول فكأني صافحت الإمام مسلم، ويعيش في القرن 7 أو 8، فكأنني أصبحت شيخ الإمام مسلم، وقع لنا بدلا عاليا أعلى منه بدرجة. يعني الموافقة أن يصبح عدد حلقات الإسناد مثل صاحب ذلك المصنف البخاري أو مسلم أو أصحاب الكتب الستة، والبدل أن يكون أعلى منه بدرجة يصبح كأنه شيخ لذلك، والمصافحة أن يصبح تلميذ كأنه يصافح شيخه. فإذا هذه الأنواع العلو كانوا يتفننون بها، لأنه انتهى عصر التدوين وأصبح الإسناد خصيصة، يعني ينظرون الإسناد أنه خصيصة من خصائص الأمة وسبيل للحفاظ على تلك الكتب. بعد أن كان سبيلا للحفاظ على أفراد الأحاديث بتلك الكتب، أصبح سبيل لرواية تلك الكتب وطريق
لانتشارها بالصورة الصحيحة. الناس كلها تعرف صحيح البخاري، لا يمكن أحدا يجترئ على صحيح البخاري. إذا ادعى حديثا في صحيح البخاري يعني يباهلونه ويأتونه بجميع روايات البخاري، هذه رواية ابن السكن، وهذه رواية ابن معقل، وهذه رواية الفرابري، وهذه رواية فرعية، وهذه رواية أصلية، ويحاجونه. فإذا قضية الرواية مهمة جدا في توثيق وفي ضبط الحديث. وأستاذنا الدكتور أحمد نور سيف له كتيب أظن في أثر الرواية في توثيق النصوص، موضوع قديما. كذلك عدد من الباحثين المعاصرين منهم الدكتور العراقي الموفق عبد القادر ألف كتابا سماه توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين. وكذلك الباحث الدكتور محمود مصري له بحث في مجلة معهد المخطوطات حول تدوين الحديث عند المحدثين. منطلقهم في هذا هو النوع 25 من أنواع علوم الحديث عند ابن الصلاح، وهو النوع كتابة الحديث وضبطه. وفيه هذه التفاصيل التي أشرنا إلى بعضها من المقابلة وآداب الكتابة والنقد والشكل والإتيان باللفظ والإعجام. وكذلك من الأشياء التي أريد أن أشير إليها قبل أن نمضي هناك بعض الرموز سنتها بشكل تطبيقي خلوها في الحصة التطبيقية. كذلك مسألة أخرى هي اختلاف النسخ والروايات، والقاضيعية تطرق لهذا الموضوع. نحن نعلم علماء الحديث يعني كانوا يتحملون كتب الحديث عن شيوخهم، لكن مثلا الإمام مالك 40 سنة وهو يحدث بالموطأ، كان الموطأ في صورة معينة ثم آل إلى صورة أخرى قبل وفاته. هذا ما يسمى عند الباحثين اليوم بالإبرازات، بمعنى يبرز الكتاب. احنا عندنا في المغرب برز يعني هي ظهر برز اليوم يعني ظهر، فإذا الكتاب ظهر بصورة معينة يعني إبرازة. فإذا الموطأ له إبرازات. ثم نعلم أيضا أن الإمام مالك أخذ عن كان في المدينة والناس يأتون يضربون إليه أكباد الإبل، يأتون من كل فج عميق كما يأتون للحج يأتون الإمام مالك يجدونه في المدينة. فكان يأتي الراوي ويأخذ الموطأ، ثم لما يذهب يحدث به الناس مثلا في الأندلس يأتي حاج آخر تلميذ آخر يأتي ويروي عن الإمام مالك. بعد 10 سنوات فأصبح الموطأ في إبرازة أخرى، هدب الإمام مالك. الموطأ كل سنة يسقط منه أحاديث حتى قالوا لو عاش مالك لأسقط علمه كله، لم يبقى من الموطأ شيء. كان 40,000 حديث فآل إلى 1,000 يعني وزيادة أو أقل في بعض الروايات. فهذه القضية هي التي تفسر لها اختلاف الروايات، كيف حصل اختلاف الروايات. وليس معناه الشيخ جالس في المجلس يأتي بالكتاب على وجه معين والتلاميذ هذا يشرق وهذا يغرق، لا، التلاميذ كانوا يضبطون محدثون ويضبطون كم، وأحيانا الشيخ يحدث ويأخذون أصله وينسخونه ويقابلونه. فلما جاء الاختلاف الروايات إلا من قبيل خطأ البشري الذي قد يقع يعني حرف أو، لكن بعض الاختلافات نجد حديث زائد في رواية، حديث زائدة مثل رواية أبي مصعب الزهري للموطأ تزيد أكثر من 100 حديث على رواية يحيى بن يحيى الليثي. ولماذا المغاربة اختاروا رواية يحيى بن يحيى الليثي؟ لأنه لازم الإمام مالك، كان يقال له عاقل أهل الأندلس، لأنه تحكى حكاية أنه يوما يعني أتى في المدينة بالفيل، فالإمام مالك عنده جمع غفير من الطلبة فانفضوا لرؤية الفيل، الله أعلم من أتوا به من الهند من السن. وهذه الرواية تعددت الحقيقة، حكيت كذلك عن محدثين آخرين، لكن تذكر عن يحيى بن يحيى بسبب تسميته بعاقل الأندلس، فانفض الطلبة وبقي يحيى بن يحيى. فقال له الإمام مالك لماذا لا تذهب مع أقرانك لترى الفيل؟ قال أنا جئت من الأندلس يعني لسماع الموطأ وليس لرؤية الفيل. فقال أنت عاقل أهل الأندلس. وطبعا النبغاء دائما يكافئون، كانت روايته مكافأته أن روايته أصبحت هي الرواية. هذا لاجتهاده وصبره ووضوح رؤيته. كثير من المشاكل التي نعيشها في حياتنا، سواء الحياة الشخصية ولا حياة علمية ولا حياة سياسية،
من غياب وضوح الرؤية. الرؤية غير واضحة عند الناس، يختلفون ولا نعرف هذا يشرق وهذا يغرب، الرؤية مختلفة. فهؤلاء العلماء كان مقصد واضح، لذلك يتفانى يعني ويبذل الغالي والنفيس للوصول إلى هدفه. فنقل الموطأ بصورة صحيحة، فكانت روايته مهيمنة على باقي الروايات التي إلى عهد القاضي إياد يقول وصلنا 20 رواية، بينما ابن ناصر الدين ألف كتابا سمى إتحاف السالك برواة الموطأ عن مالك، عدد فيه 81 رواية، لكن الإمام القاضي إياد يقول بأن 20 رواية متداولة. لكن اليوم طبع بضع روايات، منها رواية أبي مصعب الزهري، رواية ابن سينا، رواية القعنبي، رواية ابن بوفير، رواية سويد ابن سعيد الحدثاني. وسويد طبعا ليس في الثقة والضبط كابن بوكير. وإذا هذه كيف نتعامل، محقق كيف يتعامل مع هذه الروايات؟ إذا لا بد أن يختار رواية معينة، والقاضي عياض يشير إلى هذا، يقول أن يختار أمة الرواية التي يريد أن يأتي بالكتاب عليها، رواية أحد. فإذا أراد أن يقابل برواية أخرى، إذا المقابلة أصبحت نوعاً، مقابلة المنسوخ بأصله الذي نقل منه حتى يصبح مطابقا له، ومقابلة الكتاب الذي هو على رواية معينة بروايات أخرى. مثل اليوم المحقق نجده يقابل منسوخ على النسخة التي نقل منها ونسخ منها، ثم يقابل المنسوخ على النسخ الأخرى، والنسخ الأخرى قد يكون بسبب العصور التي يعني دونت فيها، تباين تلك العصور التي دونت فيها تلك النسخ، وقوع كثير من السقط والنقص والزيادة وهذه الأشياء، فأصبح يعارض معارضة الثانية يقابل مقابلة الثانية، ويشير في الحاشية إلى خلاف بين النسخ، ويرمز إلى تلك النسخ برموز. فنفس العملية تحدث عنها القاضي إياد وكذلك من قبله، أن يقابل بالرواية التي هي الأم، ثم يقابل بالنسخ الأخرى ويتخذ لها رموزا. وقد رأيت هذا في نسخة من نسخ الترمذي، نسخة من نسخ الترمذي، لمن أراد أن يزور الخزانة الوطنية أو المكتبة الوطنية، الزيارة مستحبة عوض زيارة الأولياء والصالحين، فهذه الزيارة مفيدة يعني بالنسبة للطالب، يزور الخزانة الوطنية ويطلع على النسخة رقم 409 قاف من جامع الترمذي، وعيسى الترمذي المتوفى 279، سيجد نسخة عجيبة يعني فيها، هي من رواية أبي علي السنجي عن المحبوبي، رواية المحبوبي هي المتداولة، ومقابلة على نسخة الحافظ أبي علي حسين بن محمد الصدفي، هذا شيخ القاضي عياض المتوفى 514 الشهيد. والقاضي عياض كما تعلمون أخذ عن هذا الإمام بعد أن بحث عنه في الكهوف، لأنه كان فارا من القضاء بسبب الفتن التي كانت في الأندلس، فذهب القاضي عياض من المغرب إلى الأندلس وبحث عن هذا الرجل وصحح عليه الأصول. فروايته هذه النسخة الخطية مقابلة على نسخة الصدفي، وله رواية كذلك لصحيح البخاري من طريق أبي ذر الهروي مشهورة برواية السعادية، ونسخة أبي الحسن عباد بن سرحان المعافري المتوفى 543 صاحب كتاب الأذان، كذلك له نسخة للترمذي قابل بها، وتحمل هذه النسخة طررا نفيسة مصدرة بعلامة عين باء، والرمز أحيانا يكون بحرف واحد وأحيانا بحرفين وأحيانا بثلاثة حروف، مثل مثلا خاء تاء ماذا تعني؟ البخاري تعليقا، إذا رواه البخاري تعليقا يميزونه، وإذا رواه يعني بإسناده. فهذه خاء عين باء، كيف نفك هذه الرموز؟ إما أن يفسرها في طرف الكتاب، وإما أن يشير إلى الروايات التي قابل بها في كذلك في أول الكتاب، أو لا يشير. ولكن من دراسة واقع كتاب الترمذي في الأندلس نعلم أن اعتنى به فلان وفلان وفلان، نحصر قائمة من الذين كانت له روايات مشهورة للترمذي في الأندلس، ثم ننظر في أسمائهم، ثم ننظر أن هذه الرموز مأخوذة يعني حروف مأخوذة من أسماء هؤلاء. فبعد أن رأيت هذه
قرار نفيسة فيها إشارة إلى أشياء عين بان. معظم يتناول تخريج الأحاديث وضبط المشكل وبيان أحوال بعض الرواة. ترشح لدي أن للحافظ عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي، وهذا الرجل معروف بضبطه لكتب الحديث وبإمامته في الحديث، وقد نقل عنه ابن خير في فهرسته. ابن يربوع الإشبيلي متوفى 522، وهو من الحفاظ المتقنين الضابطين. يمكن أن تنظروا ترجمته في السير في الجزء 19 282. هناك نسخة أخرى من كتاب التقصي لتلمسان، وهي بخط عبد العزيز بن محمد بن زكريا بن معاوية الأنصاري، وعليها رموز كذلك، علامة عين تشير إلى طور الحافظ أبي علي الغساني الجياني، متوفى سنة 498، ومن أشهر تلاميذ الحافظ ابن عبد البر وصاحب كتاب تقييد المهمل. علامة قاف تشير إلى طور الحافظ أبي محمد عبد الحق الإشبيلي، وعلامة كاف تشير، هذه أتوقف فيها طور عبد الحق الإشبيلي، أتوقف يعني ليس هذا، قد يكون شيء آخر. على كل حال الذي أريد أن أوصله للباحثين هنا هو أن هذه الرموز إذا وجدناها المخطوطات ينبغي أن نبحث وننظر إلى القرائن التي يمكن من خلالها أن نعين من أصحاب تلك الطرق أو الإفادات التي على حواشي الكتاب. وأحيانا سنكتشف أن كتبا أخرى يعني مهجورة لدى طلبة العلم هي مبتوتة بتلك الحواشي، وسنكتشف أيضا أنه ربما جنى عليها المجلدون يعني المصورون كذلك بوضع أصابعهم يعني على تلك، أو المجلدون حينما يعيدون التجليد بالمقراط يقرضون الكتاب قرضا فيذهبون بحاشية ربما تعقيب على المؤلف، ربما تصحيح، ربما تفسير. فعلى كل حال لي بحث حول ظاهرة الطرر عند المحدثين ومنشور يمكن الرجوع إليه، لكن هذا الأمر مهم جدا بالنسبة للباحث في المخطوطات الحديثية، وهو نتاج موضوع اختلاف الروايات، عناية المحدثين باختلاف الروايات. والقاضي إياد في الإجماع يقول أن لأهل الأندلس يد طولة في هذا الباب، العناية باختلاف الروايات. ربما قضية البخاري يعني العناية بالنسخة السعادية مع وجود روايات أخرى للبخاري، كذلك الموطأ وجود روايات متعددة وعناية برواية يحيى بن يحيى، جعل علماء الحديث بالأندلس يصرفون العناية لهذا الموضوع. ربما هناك موضوعات كثيرة يمكن التطرق لها تتعلق بموضوع عناية المحدثين ومناهج المحدثين في تحقيق النصوص وضبطها، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعمق، يكفي أن تتعرفوا من خلال هذه الحصة على تطور مسار العناية بالكتاب للمحدثين، حيث يمكن القول أن لهم في ذلك صنعة واضحة المعالم، لها وسائل، لها طرق، لها تقاليد مرعية. ينبغي لطالب الحديث إذا أراد أن يتعامل مع المخطوطات أن يلم بها قبل الخوض في غمارها، إنه كثيرا ما وقعت أخطاء جسيمة بسبب الجهل باصطلاحات المحدثين وقواعد في هذا الباب. أذكر على سبيل المثال لكي أختم هذه المحاضرة كتاب عارضة الأحوذي وشرح لجامع الترمذي، في بعض المواطن جاء المصحح فوجد حاشية، طبعا الحاشية قد تكون تخريج للساقط فتكون من صلب، يعني إذا كان عليها علامة تصحيح تكون سقطت فاستدركت أثناء سقطت أثناء النسخ فاستدركت أثناء المقابلة، أحيانا تكون طرة فيها تنبيه أو نقد في مؤلف الكتاب كما ألمعت إليه قبل قليل، فوجد طرة فيها نقد لأبي بكر بن العربي مؤلف الكتاب، ثم جاء الناسخ فأدمجها في الكتاب، ثم جاء المحقق يعني تركها على وجهها. فالمهمة المحقق اليوم ليست فقط في التعامل مع هذه الطرق، وإنما فقط التنبه إلى النسخ الفريدة التي تصل إلينا، ولا تستحق أن ننشر الكتاب على طولها إلا بعد تمييز المحتوى والنظر في انسجام النص، هل المعنى منسجم
نظر في لغة المؤلف، نظر في هذه الأشياء. علماء الحديث كانت لهم قدرة على معرفة لغة هذا المحدث وأسلوبه ومنهجه، بحيث لو دس فيه أشياء يكتشفون ذلك. وهنا تحدثوا عن مسألة الدس، وحذروا من الوراقين، وهذا وراق سفيان بن وكيع، وراق كذلك الإمام مالك حبيب الذي كان يخطرف الأوراق. فهذه المسألة الوراق نبه من المحبان في مستهل كتابه المجروحين، حينما سرد 20 وجها لتضعيف الرواة، ذكر ما يأتي من جناية على المحدثين بسبب الوراقين. محدث منشغل فيأتي بالوراق يقول انسخ هذه الأحاديث، يدخل له فيها حديث فيه شعوبية، يعني ينصر مسألة الشعوبية التي كانت منتشرة في الوراق، أو حديث فيه طعن في عرق من العرق، أو فيه فضائل ليست صحيح. وكان هناك جهال من النساخ، قديما قالوا النساخ والمساخ، كان هناك جهال يظنون أنه إذا وضع حديثا فيه نصرة للإسلام يقول أنا أكذب له لا عليه. فإذا هذه النقطة أحببت أن أذكرها في ختام هذه المحاضرة، لنؤكد على أنه من الضروري جدا بالنسبة للباحث الإلمام باصطلاحات المحدثين ورموزهم، معرفة لغتهم وقواعدهم ومناهجهم في الكتابة. الله موفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يبارك على هذه المحاضرة القيمة خيرا، فقد أجاد وأفاد، وكذلك نحسبه، وكذلك اعتدنا على انضباطه سواء في الوقت او في اعداد المحاضرات للندوات والدورات. الان نفتح باب المناقشه ان شاء الله تعالى في ربع ساعه. الحمد لله الذي خاطب الخلق فاشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى. فاقول في تلميذ المجيد تعودت مر الصبر حتى ألفت، فأسلمني حسن العزاء إلى الصبر. تعليقي هنا يدور حول كتاب واحد آلمني جدا حين وقفت عليه، هو كتاب السمعاني. فقد وجدت أن من تعامل معه كان جاهلا شريرا جدا شريرا، وهذا الكتاب يستحق كل الاستحقاق أن يعاد تحقيقه تحقيقا علميا دقيقا نقديا. فهل منكم من يتحمل هذه الأمانة؟ فهل منكم من يتحمل هذه الأمانة؟ والنسخ متوافرة وموجودة، ولو فسح الله لي في العمر لقمت بهذا، ولكن سبحانه وتعالى يعلم أن همتي بدأت لا تخور على عينيك. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يخير من يقوم بهذه المهمة، والشكر الجزيل لتلميذ النجيب عبد اللطيف الجيلاني الذي مدحني أكثر مما أستحق، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا الله لأستاذنا الجيلاني على محاضرتك القيمة. سؤالي هو من شقين، أولا هل يمكن أن ندعي أن المحدثين لهم دراسة قائمة بذاتها في التحقيق؟ ثم الشق الثاني، هل يمكن أن نجاوز بهذه القواعد نصوص الحديث إلى نصوص غيرها في مجالات أخرى؟ وشكر الله لك. سؤالي حول العنوان منهج المحدثين في درس النصوص، وبخصوص لماذا توقفت عند مرحلة الصخاوي؟ ألا يمكننا أن نتحدث عن المناهج الجديدة، وخصوصا يعني كيفية استعمال مثلا التقنيات الحديثة؟ وأعطي مثال لهذا، مثلا استعمال للتحقيق وللتخريج النصوص. جزاك الله أستاذنا فاطمة الجياني،
أعلى ما شفرت ربي سؤالي هو سؤال جوالي على مبدأ الدورة التحقيق والمخطوطات وكل المتدخلين الذين أفادوا علينا بما أفادوا فدارجوا بين موضوع التحقيق والضبط بحقيقة المحدثين خصوصا أن مسألة التحديث فيها شقين بما شفتنا علينا أستاذ فاضل الجنائي شق يتعلق بالرواية والمشابهة وشق يتعلق بالتدقيق الخط والكتاب وإعادة إخراج الكتاب فكيف فما هو الفرق بين التحقيق والتحديث؟ بالنسبة لقضية عدم الإملاء والاستملاء أستاذنا الدكتور قاسم الصمران جزاه الله خيرا على شرفني حضوره في ما قلت إلا أيضا من معرفتي بهذا العلم الفذ في مجال التحقيق الذي نشر أكثر من 50 كتابا يحق لطلبة العلم أن يقتدوا به في مسيرته العلمية وفي تحقيقه وضبطه وغيرته على تراثنا الإسلامي. فذكر كتاب أدب الإملاء والاستملاء هو بين يدي طبعا ربما أستاذنا يشير إلى طبعة المستشرق فايسفايلر وربما هولندي أو ألماني فتلك الطبعة مليئة بالتصحيح والتحريف كما ذكر أستاذنا ويعني كانت تسبب حزنا للباحثين يعني حينما لا يستفيدون من الكتاب على الوجه الأمثل في طيلة عقود إلى أن أتى باحث اسمه أحمد محمد عبد الرحمن محمود في رسالة جامعية وحقق الكتاب ونشره في طبعة خاصة غير متداولة يعني ليس عليها اسم دار النشر ولا أي شيء لذلك لا يعرفها أحد لكن اصطدتها على سبيل الصدفة وهي مخرجة نصوص وفيها ضبط وكانت تحت إشراف الدكتور الموفق عبد القادر الذي أشرنا إليه آنفا فربما يعني يعاد تحقيق الكتاب يعاد طبع هذه الطبعة وتعميمها حتى لا يعود الباحثون إلى طبعة المستشرق المذكور الذي أساء إلى النص. وهنا قضية وهي قضية المستشرقين في كثير من الأحيان أخطأوا أخطاء فاحشة في وقد نبه إلى هذا الأستاذ في كثير من أعماله والأستاذ عبد السلام هارون والأستاذ عائشة بن الشاطئ في حين تحقيق بعض النصوص منهم ما وقع لهم بسبب جهلهم باللغة العربية. قضية هد المحدثين مدرسة في التحقيق يعني أظن أنني في المحاضرة وضعت وبينت ملامح ومعالم هذه المدرسة ربما يمكن أن نقول مدرسة لأنه لا يمكن لأحد أتى اليوم أو حتى في العصور السابقة أن يخرج عن تلك الدائرة هذا مفهوم المدرسة أنه يجد نفسه لابد أن يحتكم إلى تلك القواعد وتلك الطرائق في الكتابة ومسألة التحقيق طبعا يمكن أن نقول أسس مناهج التحقيق وضعها لأن يمكن ما يتعلق بالجزئيات أن تتغير الطرق التي هي على سبيل الاجتهاد أن تكون الحاشية على جهة اليمين أو اليسار وتكون يعني في أسفل الصفحة هذه الأشياء هي التي نجيب بها عن سؤال الأخت الأستاذة بشرى. طبعا علماء الحديث كانوا في تطور نحن ذكرنا حقيقة البغدادي هناك تطور في صياغة هذه المباحث في نقد مناقشتها كذلك ذكرت أمر مهم كيف استفادوا من الأدباء ومن مصادر أخرى في مناقشة بعض المواضيع إذا لو عاش أولئك المحدثون إلى اليوم لابتدعوا أشياء جديدة لكن لا تخرج عن الأسس التي هي الإحكام وهي الضبط
وهي كما ذكر دقيق العيد في القول الذي نقلته أن يكون الكتاب مخبرا عن الواقع، يعني عن واقع ذلك الكتاب، ألا يحصل فيه تحريف أو طمس أو أشياء تغير يعني أساس الكتاب. هل يمكن أن نعمم على مناهج أخرى؟ ذكر الأستاذ في سؤاله هذا الاستفسار، أنا أجبت كذلك فقلت بأن منهج المحدثين أصبح في التفسير وأصبح في وتداوله القاسي والداني باعتباره منهج يحمي الكتاب، وأن هذه صنعة يمكن الاستفادة منها في شتى المجالات حتى في أحوال الناس اليوم. الناس اليوم لا يدققون في الأخبار ولا يتثبتون فيها في الشائعات. أنا أقول اليوم إن كان هذا السؤال مطروحا أقول ما أجدر أهل الصحافة والإعلام اليوم أن يستفيدوا من منهج المحدثين، لأنه حقيقة استفاد المؤرخون بقدر معين. كثير منهم حاطب ليل وينقل ما هب ودب ويتساهل في نقل الأخبار، ولكن استفاد كثير من المؤرخين. عندنا محدثون مؤرخون مثل ابن كثير في البداية والنهاية، الذهبي في تاريخ الإسلام، ابن حجر في إنباء الأمم، وكذلك في التفسير الطبري في التفسير، ومحدث وتفسيره معروف. فإذا استفاد الفنون الأخرى سواء العلوم الشرعية أو العلوم الأدبية أو التاريخية من منهج المحدثين. وأما تلميذ النجيب يعني أستعير وصف الدكتور قاسم، يعني فعبد الإله تقول لله عبد الإله قبل سنوات درس عندي، ويعني ومثال هذا الطالب للصبر والتضحية في طلب العلم، فأشكره على مواصلته. يعني طلب العلم يمكن يكون سهل، ولكن مواصلته إلى آخر ربق هو الأمر الذي ينبغي أن يجتهد في الإنسان. فهو يقول ما الفرق بين الرواية والكتاب والكتابة؟ هناك تلازم طبعا، لأنني ذكرت في أول المحاضرة أن المحدث كان يعتمد في حفظه على الكتاب، لولا الكتاب ما حفظه. إذن الرواية الشفهية، الرواية تنطلق أساسا من شيء مكتوب، وإذا لم تنطلق من شيء مكتوب ينبغي أن يكون الحفظ متقنا. فنحن نتحدث عن منهج تحقيق النصوص فيما يتعلق بالكتاب، لكن الكتب تروى بعد انتهاء عصر التدوين، أصبحت الكتب تروى ويتحملها الرواة بطرائق التحمل المعروفة، يسمع صحيح البخاري أو يقرأ صحيح البخاري أو يناوله الشيخ صحيح البخاري أو يجيزه أو يجد بجانب يجد صحيح البخاري أو يكاتبه برواية صحيح البخاري. فإذا هناك علاقة بين الرواية وبين الكتاب عند المحدثين. فحينما وضعوا طرق وقواعد وأمور ينبغي وآداب ينبغي مراعاتها عند الكتابة انعكست على الرواية، انعكست على الرواية. فمن هنا يمكن أن نقول بأن هناك كان هناك صنعة للكتابة، صنعة لضبط النصوص عند المحدثين. وما ذكرنا يعني من علوم مختلف ومختلف ومتفق انعكسوا على الكتابة، يعني في ناحية الضبط بالشكل ومن ناحية النقط ومن ناحية وينعكسوا بعد ذلك على الحفظ، تأثيره على الحفظ. لأن الراوي إذا روى يعني إذا حدث من حفظه دون أن يميز المؤتلف والمختلف، دون أن يلم بضبط أسماء الرجال، وهي أولى الأشياء بالضبط لأنه لا يدخلها القياس كما قال أبو إسحاق النجيري، فلا يمكن. هذا الذي فهمته من سؤالي. وليس سؤالي وهذا أعتقد بارك الله. سؤالي يرتبط حول نميز بين التحقيق المخطوطة في وسائل علمية المناهج المحدثين في تلقي الحديث والوعي. نعم فهمت جيدا. فلا حلول نتكلم بين شقين، شق مكتوب وشق شفاهي، فما هو الفرق بين هذا وذاك؟ هذا الذي فهمت. ولكن بالنسبة للمناهج أنا الآن في هذه المحاضرة أريد أن أقول أنه لا يوجد هناك فرق، أن القواعد اليوم التي نسلكها في التحقيق هي أساسها وروحها عند المحدثين، وأن كنت
الأحكام المعاصرة، وقد ذكرنا هذا في مستهى المحاضرة أن أمثلها أمور يعني ريجستراسا يعني كانوا يستفيدون من اطلاع على تراث علمائنا لا سيما علماء الحديث في بناء هذه القواعد، وحينما تحدثوا عن المعارضة والمقابلة وعن الضبط وعن النسخة الأم وجدنا كل هذه الاصطلاحات عند المحدثين. وبهذا انتهى بهذا القدر من هذه المحاضرة، نصلي إن شاء الله.